مرحبا بكم خوتي طنجاوة ومغاربة بصفة عامة في برنامج مهنتي في رمضان اللي غادي يتداعى على موقع طنجاوي، برنامج اللي غادي نتقاربوا من خلاله من المهن وغادي نعيشوا مع مجموعة من المهن تفاصيل كثيرة وجزئيات ممتعة ومهمة، وكل مرة غادي نعالجوا مهنة كاين بزاف ديال المهن وكيفاش كتعيش في هذا الشهر هذا الأجواء ديال الحرارة والمناخ والعلاقات ديالها مع الناس ومع مختلف التحديات والصعوبات والإيجابيات، واش حنايا مقتنعين حقا بالمهن اللي كنزولوها ولا لا. نخليكم مع مهنه مهمه وممتعه مع عامل النظافه. سي عبد العزيز بنواره، شكرا بزاف انك قبلتي تصور معنا هذا البرنامج هذا ونشوفوا ونطلعوا اكثر على المهنه ديالك. في البدايه بغيناك تقولنا فوقاش كتفيق وكيفاش كتبدا العمل ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا بزاف. خاي كنبدا كنقول في 3 الصباح كنوض كنتوضا كنصلي الفجر، الاربعة ونص كنطلق للعمل، باش في 6 كنكون بريباري في الخدمة. إذا ممكن تقولنا الصعوبات اللي كتجبرها في العمل ديالك، الصعوبات من ناحية الجو الحرارة والشمس ناحية الجو، والصعوبات مع في العلاقة ديالك مع الناس، يعني الصعوبات كاملة اللي كتجبرها في المهنة ديالك. كاين صعوبات بحكم ان التجربه ديالنا، حنا عندي 8 سنين ديال الخدمه في هذه، راني مسانس صعوبات المواطنين. الا كتجبر شي واحد الا مقلق من الغبره عليه ولا شي حاجه، ومسانس هي كلشي. انا يعني 8 سنين ديال الخدمه ما عنديش شي صعوبه في الخدمه ديالي، لا مولاخ ولا في الجاب، عندي كيف الصيف كيف الشواء ديك شي عادي، وما كاينش شي صعوبات، ما كاينش شي مار. يعني مرتاح في الخدمه؟ لا مرتاح الحمد لله، يعني مسانس. قلت 8 سنين ديال العمل ما عنديش شي صعوبات. ايوا اي شي مهنه كنتي كتجاوب 8 سنين ولا 4 سنين ولا 6 سنين راه ديك سهله، والحمد لله حنا ماشيين كنجمعوا خبز الوليدات. دابا غادي تقول لنا السي عبد العزيز كيفاش كدوز الاجواء ديال رمضان في وسط الدار ديالك، في وسط الدار ديالك والاجواء ديال رمضان برا برا في الشارع. الدار ديالي اخي كندوز رمضان رائع. اي والله، يعني انا مالك الدار ديالي اللي بغيتو كنعملو، وعندي الحريه والصلاحيه الكامله والسلطه الكامله في الزنقه. لا الزنقه كاين صعوبات. واخا يمكن لك من بين هاد الصعوبات تقدر تعاود لنا شي مره وقعت لك شي سوء تفاهم مع شي مواطن؟ ماشي واحد، ماشي جوج، غير الصباح هذا. غير الصباح انا كنشطاب قالت لك حيات الغبره ما عرفتش اني امراه. وبقات كتزب الحنصه شي مشيت بحالي، يعني كاين صعوبات بزاف، ماشي وحده وماشي جوج. كاين السيد كيدوز غير بالطونوبر كيلوح لك ميكا في الشارع، خصك تجي تلقطها من الشارع تهضر معاك ولا كادي خدمتك، واضطر راه هو خاوي ويسيبو لك في الشارع، ملي كتهضر معاك يقول لك هذيك الخدمه ديالي. يعني الانسانيه ما كايناش، وكاين انسان كيبقى في السياره ديالو وينزل وينزلها في الطر وهادي ويطبطب عليك وهادي ويمشي، يعني فرق كبير بين بنادم وبنادم. التوقيت ديال الخدمه واش كاين تغير في رمضان؟ واش كيتبدل البروغرام؟ واش كيمكن لك يعني تمشي وتصلي في الجامع حتى انت كتأدي يعني كلشي ديالك؟ السيرفيس عندنا عادي كيف رمضان كيف ايام الفطر، يعني من 6 الصباح لواحد ونص. اما تقول تمشي الجامع تصلي ولا هادي او لا ممنوع ممنوع. يعني كاين عندك واحد السيكتور سكت ساليه، ما يمكنش تمشي تصلي وتخلي مورا كارثه الازبال. فوقاش كتسالي؟ كنسالي في الوحده ونص. في الوحده ونص ضمن النهار؟ وكنبدا في 6 الصباح. يعني كيمكن لك في العشيه تمشي كتفطر مع وليداتك؟ العشيه كنمشي وندوش والنعاس كيبقى لي العشيه كامله ديالي، نمشي العصر. هاي في الصباح؟ في الجامع في العصر، نعمل التراويح في المغرب. نمشي نمشي على العائلة نزورها، نخرج من القهوة تاينا الرياح، قليل العشية كاملة ديالي، ولكن في الصباح الساعة السيرفيس لا. سؤال مهم، واش نتينا مفتخر بهذه المهنة اللي كتأديها؟ سي العمل ديالي والله إلا مفتخر بها بزاف، وراسي مرفوع قاصع من بالله شي بهيدا، ندخل في وسط العمالة في وسط إنسان النظافة، يعني أنا اللي كننظف هاد الناس هذا، عندي قيمة وشرف. صحيح. يعني ما تأثرش عليا هذا يعني شوف فايدة ولا نتأثر، لا. والله إذا كان حاسس صاحب النظافة والنفس ديالي مرتاحة في هذا العمل هذا، يعني إمادة الأداء عن الطريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كنجمعوا الحسنات. إي والله أخي، كنتمنى حتى بنادم اللي عنده هذه الفكرة بأن كيقول هذه الخدمة هذه فيها زعما يتواضع ويجي يجربها، يعني كنتمنى في هذا الشهر العويت رمضان يقلوا من هذيك الصداع والمشاكل وديك الدابيزات، يعني هذا الشهر التوبة والغفران، وبعدين يقصد المساجد والجوامع، نتمنى جوج الشهرين يقتلوا بعضنا.